صباح الخير، لازم طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينزل بلوك في الهيد مالكو كريم مدريد 1 نوفمبر 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. 3 جبال أسعار الذهب طبعا ارتفعت خلال الفترة الصباحية اليوم، ودرجة أكيد في المقام الأول لتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت طبعا بيصد فيه الحذر بين المستثمرين، وتنتظر الأسواق توقعات بشأن البيانات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. اليوم هنكون في انتظار بيان هام، هو مؤشر مدير المشتريات الصناعي متوقع عليه 50، والشهر الماضي كان 50.9. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك هننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا تشارت طبعا محاولات العودة للأداء الإيجابي، ولكن ما زال مضغوط على الذهب. طبعا أسفل النقطة المحورية عند ال 54، ولكن أداء إيجابي على السعر على الستوكاستيك على الفلات ترند، ده بيدل على حركات تصحيح، ولكن ما زال الإي إم إي بيدي إشارات سلبية طبعا المتوسطات السعرية، وأكيد قربه من نقطة الدعم الهامة عند 16.44 لسه ضغط عليه، وذلك الاتجاه الأكثر توقعا هو عودته للأداء السلبي، وده يتحقق بكسر ال 44 وراها ال 37 وآخر نقطة عند 26. مرة تانية كسر ال 44 وراها ال 37 وراها ال 26. السيناريو الآخر معاكس بكسر ال 64 وراها ال 71 وآخر نقطة عند ال 82. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد المتداول الآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.